ضحايا لدينا قتلوا بسبب هذه الإجراءات أو بهذا العمل الذي قام به المعتدي، وهناك كثر أيضا أخذوا إلى المستشفى وبعضهم في حالة خطرة وحرجة. وبالتالي المعلومات المتعلقة بهذه الحالات، هذه الحالات هي حرجة وقد أعلنت حالة طوارئ، وهناك تحقيق بدأ فورا، وهناك عدد من المستشفيات استقبلت الحالات في المنطقة المحيطة. من الاستفسارات الأولية، هذا الشخص تصرف بمفرده وكل ثقة بأنه لا يوجد أي تهديد مستمر. وكما قالت الشرطة، فقد بدأت التحقيق في المسألة، وكما قلت ليس لدي كثير من التفاصيل حول الضحايا الذين قتلوا، ولا أحد أيضا يعرف عدد من ذهبوا إلى المستشفيات. لا أستطيع أن أعطيكم معلومات إضافية عن الضحايا، وقلوبنا معهم ونحن نتواصل ونشاطر الألم مع أسر كل من تأثروا بهذا الاعتداء. ليس لدي معلومات عن المعتدي، وبالتالي المسألة ما زالت في أولها، وبالتالي ليس لدينا تفاصيل، ونحاول أن نعترف أن نتعرف عفوا على المعتدي وعلى معلومات عنه. وفور توفر هذه المعلومات سنعرضها عليكم. مساء الخير. بعد الثالثة تلقينا اتصالات حول هذا الاعتداء، وقد كان لدينا استجابة مباشرة، وتوجهت 4 فرق طبية، تم تقييم الوضع، ونقلنا نحو 8 ضحايا إلى مختلف المرافق الطبية في أنحاء سيدني، وتم تحديد حالات. أي أسئلة؟ تفضل. ليس لدينا أي معلومات عن هوية المعتدي، ولا نستثني أي احتمالات. ما نعرفه أنه غادر لفترة بسيطة في الثالثة وعاد بعدها. ليس لدي وصف واضح. الحادث تم بسرعة كبيرة، وبالتالي تم تحييد الشخص، ومن قام بالتصرف أنقذ أرواح الموجودين. نعم، هي شرطية وكانت بمفردها. تدخلت بسرعة فور وصولها للموقع. ليس لدي أي معلومات حول الدافع، ونحن ما زلنا في المراحل الأولى من التحقيق. هل هناك أطفال بين الضحايا؟ ليس لدي تفاصيل. الوضع صعب جدا. ساحة الجريمة كبيرة جدا، فكيف تتعاملون معها؟ نحاول أن نتوخى الدقة والحذر.
نحن نعمل في مسرح الجريمة ونحاول أن نسيطر على الأمور، وأهم شيء هو التعامل مع هذا الوضع الصعب ونضمن أن الجميع بأمان ونعود لتقييم الوضع. من الصعب أن نعطيكم المزيد من المعلومات في هذه المرحلة المبكرة. سيكون هناك إحاطة بعد قليل. أيضا سنطلعكم على أي معلومات تستجد.